عسلامة للجميع، عسلامة شكري، عسلامة مانيكام، عسلامة ربتونسي. هذه الفيديو باش تكون معناتها دردشة ورد على بعض الأسئلة اللي كانت موجودة على اليوتيوب، وباش نحضر ما يسمى بالفيديوهات القادمة، وتكون فاصل بعد اللي تكلمنا على الحركات الإسلامية. باهي، الرد على شكري راهي التجربة الشخصية متاعي، معناتها طويلة 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 طويلة، لكن تو نرجع لها في الفيديوهات القادمة. كل مرة نذكر حاجة خاطر ما نجمش نشد التجربة بتاعي نحطها كلها، فهمت، في فيديوهات هكاك ما ندخلوش في الموضوع اللي أنا نحب نحكي فيه، على خاطر أنا عملت الفيديوهات هذم عندي هدف واضح وفكرة واضحة. إذا تو نرجعوا لها، ديجا فما الكتاب بتاعي تنجم تقراه، رغم اللي كيما قلت 80% منه صحيح، وقريبا سوف نخرج نسخة جديدة بالفرنسية، ونحاول حتى نعملها بالعربية، وباش نحطها على النت يعني بي دي اف للمطالعة. أما الرد على مانيكام، فهمت، أساليب الحركات الإسلامية هي أساليب كل الحركات النازية، ونجم نقوله ونأكده إن الإسلام هو، فهمت، الثاني بعد اليهودية اللي جابت الفكر ما يسمى شعب الله المختار. الفرق ان الاسلام جاب في دين الله المختار، فهمت، هذاك هو الفرق. ونفس الشيء الاساليب نتاعهم عديده، تعتمد على المراحل وعلى النفاق وعلى التغلغل وعلى الكذب، فهمت، على خاطر عندهم كل السبل متاحه للوصول للاهداف نتاعهم. هما الهدف نتاعهم الدمغجه، فهمت. نضرب مثال، معناتها في بعض النقاشات في على البلتوف يقولوا لي محمد ما فماش حتى نص يقول انه سب. صحيح، على خاطر كي نجيو نشوفوا اساليب المافيا نفس الشيء، فهمت، رئيس العصابه وقت هاي واحد يعمل حاجه ولا يسب ولا ينقده، يقول للجماعه نتاعو هزوه واعطيوه احسن امراه وحطوه في احسن اوتيل وكل شيء، من بعد يقصلوا راسه. هو ما يعملش، هو مش من هو رئيس عصابه، كيفاش تطلب منه، فهمت، باش يطيح قيمته، فهمت، ويقول كلام بذيء ولا حاجة؟ لا، ماهوش محتاج لهذاك الشيء. هو محمد وقت واحد يقلق ولا شاعر يقول فيه حاجة، ما يحتاج حتى يقول اقتلوه، يمشيو يجيبوا راسه، خاطر عباد مدمغجة، عباد حوله مدمغجة وعندها مصلحة معاه معناتها كبيرة، إذا ما يساعدهمش يتمس، هو السمبول نتاعهم، فهمت. اذا هذه نفس الشيء معناتها نرجع عليها في الفيديوهات نتاعي وقت نحكي، فهمت. السؤال الثالث نتاع راب تونسي، اي هذا هو الهدف نتاعي، انا يعني حرب فكريه كما قلت قبل، ان معناتها ما نحتاجش نقدوه الاسلام، على خاطر هو ينقذ نفسه بنفسه، معناتها واضح ينقذ نفسه بنفسه. يعني المشكله ان المسلمين ما يعرفوش الاسلام نتاعهم وما يعرفوش تاريخهم وما يعرفوا حتى شيء، فهمت، ويتعبوا. يعني الاسلام عندهم وراثي فقط، وعبيد ما عندها يرفضوا كليا التفكير، فهمت، ويغزروا من جهه واحده، يجيبوا مثلا حاجات، مثلا يجي يعمل يغزر قداش مسلمين يدخلوا في الاسلام، يغزر كل هذاك، ما يغزرش قداش مسلمين يخرجوا من الاسلام، ما يغزرش الديانات الاخرى قداش يدخلوا فيها، فهمت. المسلم اي حاجه تساعد، خاطر هو ما عندوش حتى باز، فهمت، بالنسبه لهذا العصر فكره مفلس وكونتر ناتور، فهمت، وكونتر وضد معناتها مستوى الوعي اللي يوصل له الانسان في هذا العصر، فهمت. اذا مجبور ومحكوم، والاسلام مكون من الاول نتاعو على الاسلوب هذاك. محمد نعرف وقت بدات مثلا فما بعض نقاشات مع بعض المسيح في المدينة وكل شيء، نزل لهم آية قال لهم لا تجادلوا الذين كفروا، فهمت، حتى يخوضون في حديث غيره وإلا فأنتم منهم. علاش الإسلام لو فم حرية الإسلام ينتهي، فهمت، الإسلام ينتهي، وتوا في هذا العصر، فهمت، ما عادش حاجتنا بها الحرية بتاع الإسلام، على خاطر النجم نعبروا عنا. وذاك علاش انا نشجع اي انسان سواء بصورته سواء مش بصورته على حسب وضعه، انه يعبر فيديو، مقال، تصويره، مهما كانت، فهمت، على خاطر الحرب شامله ضد الاسلام،
والإسلام لا يمكن القضاء عليها إلا من طرف المسلمين السابقين، على خاطر هما الوحيدين اللي نجموا يقفوا ضده ويعرفوا طريقة تفكيره. الحرب الفكرية هذه، سامحوني، الحرب الفكرية هذه فهمت ماهيش سهلة وطويلة، فهمت، وتحتاج عدة أدوات، فهمت. أنا بالنسبة لي مش خطر المشكلة توا اللي في العالم العربي الإسلامي، احنا موجودين في كامل العالم العربي الإسلامي من بين خيارين. الخيار الأول هو المشروع، ما يسمى بالمشروع الإسلامي، والخيار الثاني هو بالمشروع الغربي. صحيح أن المشروع الغربي 1000 مليون مرة أفضل من المشروع الإسلامي، هذا لا نقاش فيه، ولكن معناتها من المنطق أن العالم العربي الإسلامي يبدأ يفكر في مشروع ثالث، مشروع خاص به، فهمت؟ كيما الغرب بنى مشروعه على موروثه، فهمت، الثقافي وموروثه التاريخي، العالم العربي الإسلامي يجب أن يبني نفس الشيء، فهمت، نوع من الحضارة خاصة به يطرحها للعالم. يعني من ضمن شح معناتها العالم العربي الإسلامي ما فماش فيه روس باش تخمم، فهمت، في جميع المجالات مانيش مجبورين باش نتبعوا الغرب، فهمت، مش معناتها هذا معناتها كيما نقولوا احنا بين المطرقة والسنداب، يا اما التبعية يا اما العودة للأصل. علاش شبينا احنا ناقصين، ناقصين مخ، ناقصين دين، ناقصين فكر، فهمت؟ لا مانيش ناقصين حتى شيء. اذا الحرب الفكريه ضد الاسلام لا يجب ان تكتفي الا على النقد والتعريف، خاطر هذوما الحاجتين باش تحارب فكر لازمك تنقده، فهمت، وتعرف به كما هو بدون، فهمت، افتراء عليه، فهمت. يعني هنا انا اللوم بعض الملحدين او بعض الناقدين للاسلام يزوروا ويكذبوا على الاسلام، فهمت، بالحق. مثلا ياسر امثله معناتها في هذا المجال، اخيرا انا كنت نسمع في واحد ملحد فهمت يقول اللي معناتها القران يامر باللعن، ويجيب آية قرآنية ويقول إن معناتها في القرآن موجود، فهمت، ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فهمت، يعني هو الإسلام يؤمر باللعن. أنا مانيش ندافع على الإسلام، أنا ندافع على الحقيقة، فهمت، على حقيقة الإسلام. أنا معناتها المسألة هنا الشخص هذا قرأ الآية وفهمها على حسب الظاهر، ولكن دون رجع للتفاسير ورجع لكل شيء. طب أحاديث أخرى تخالف هذا الكلام، أحاديث بتاع محمد وغيرها وغيرها وغيرها، فهمت، كما مثلا المسلم ليس لعان ولا سباب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. المهم هذه الاستدلال بالآية هذه، فهمت، من أجل التأكيد على أن المسلم لعان، فهمت، أنا ما قلتش المسلم مش لعان وما قلتش الإسلام مش لعان، أما استعمال هذه الآية، فما آية أخرى، فهمت، فما آية أخرى تدل يعني تطلب باللعن والسب، فهمت. أما هذه الآية كي نرجع للتفسير بتاعها في كتب التفسير نلقاها المقصود بها، خاطر في الإسلام فما من يسمى الله يلعن، وعنده كما نقولوا احنا جمهور من الملائكة مهمتهم اللعن، فهمت، يعني هو يلعن وهم يعاودوا راه، فهمت، كل ما هو يلعن واحد هم يقعدوا يلعنوا، ويلعنهم اللاعنون، هنا مش يقصد البشر. واحنا تو نرجع إلى مسألة السب واللعن ونعطيه المصادر الحقيقية، فهمت، المصادر الحقيقية من القرآن والآية اللي على حسب كتبهم وعلى حسب تفاسيرهم، فهمت، خاطر هما صحيح راهو المسلم الإسلام يسر خبيث، فهمت، يعني ينجم مثلا يقول لك حرام اللعن والسب على المسلم، لكن من ظلم نفسه يجوز،
وهنا من هو ظلم نفسه؟ هو الكافر وكذا، والمسيحي واليهودي وكذا، هذوما يجوز. فهمت؟ هذه الآية تدل على أن الإسلام يأمر باللعن ويأمر بالسب. هو معناتها القرآن بيده، معناتها به الله، الله الإسلام هو معناتها سب كل ما يخالف في القرآن. فهمت؟ يعني ما جاش من فراغ. تنجيو نشوفوا زاد الأئمة مش باهية. امرأة يبدا يقول لك معناتها يبدا يدعي اللهم ألعن الكافرين، اللهم ألعن كذا، اللهم ألعن اليهود والنصارى، اللهم كذا، اللهم شتت، فهمت، شتتهم ويتم أولادهم وكذا وكذا وكذا. هذا معناتها موجود. فهمت؟ إذا هنا حاب مش من نطولش ياسر، خاطر هذايا كيما قلت لك فيديو معناتها دردشة، فهمت، من أجل التحضير ما يسمى الحالة الفكرية، خاطر أنا باش ناخذ مواضيع معينة ونحكي فيها وما تكونش طويلة وتكون واضحة ومن المصادر الإسلامية، ونتحدى أي إنسان، فهمت، خاطر التفاسير كثيرة وكل شيء، لكن أنا ناخذ التفاسير المعترف بها واللي تسمى تفاسير يعني موثوق بها وصحيحة. ما نستعملش لا حديث ضعيف لا شيء، فهمت، باش ننسى هذاك الشيء كله، فهمت، ومانيش باش يعني باش نعتمد على المصادر نتاعهم الصحيحه الصحيحه. لكن كما قلت ما يكفيش النقد وما يكفيش معناتها التعريف، خاطر فما ياسر المسلمين ما يعرفوش. مثلا تجي تقول له مثلا محمد عرس بطفله، يقول لك لها مش صحيح وهذاك مش صحيح وانا ما نعترفش به الحديث هذايا وغالط، رغم اللي هو صحيح ومصحح ومصحح ومصحح. فهمت؟ معناتها والتاريخ يثبت ذلك في عده مصادر. هذا شيء يبني فيه بعد عرس طفله ولا ما عرسش، بالك شبعتها في الوقت هذاك نورمال عادي وكل شيء، لكن بنسبته هو ك رسول الإسلام معناتها ورسول إله اللي يعرف المستقبل وكل شيء، فهمت، ويعرف اللي البشرية باش تتطور وباش تصبح، فهمت، زواج الأطفال ستون بيدوفيلي ويجعل منها سنة إلى يومنا هذا، فهمت، هذا هو المشكل، مش هو كشخص، ما يهمنيش فيه هو كشخص، رغم اللي معناتها كي نرجعوا للأحاديث وكل شيء نلقاو اللي أبو بكر معناتها رفض عدة مرات، قالوا ما زالت صغيرة، لكن هو أصر. فهمت؟ ونرجعوا لهذه الاشياء. فهمت؟ انا باش ناخذ عندي نقط، فهمت، مآخذ على الاسلام باش ننقذهم، او ميم طون باش نعرف للعباد اللي ما يعرفوش الاسلام، على خاطر كيما قلت معناتها العباد اغلب الناس ما تقراش، تحب الخرافات والحكايات. فهمت؟ هذاك علاش انا باش نعمل اسلوب الحكايه، باش نعرف، باش ناخذ القران، باش ناخذ احاديث، باش ناخذ العادات الاسلاميه ونحكي على كل واحدة منهم كل مرة في حلقة. فهمت؟ ويبقى المجال مفتوح للأسئلة وأنا مستعد نجيب على كل أسئلة. لكن رغم هذاك الكل، هذا الشيء كله باش تحارب الإسلام ما يكفيش. لازم تجعل بديل. صحيح عندنا البديل ما يسمى بالبديل الغربي. يعني مؤقتا ينجم يكون ياسر أفكار موجودة غربية معناتها صالحة. لكن فما أفكار ماهيش صالحة. أنا معناتها مانيش مع استيراد الأفكار. ماذا بينا معناتها افكار تخرج من العالم العربي الاسلامي. وعندي بعض الافكار في عده مجالات، فهمت، وجهات نظر نحاول زاد نطرحهم كبديل. فهمت؟ وناخذ ما يسمى بالفكره الاسلاميه ونقارنها بالفكره الغربيه ونحاول نعطي فكرتي الشخصيه. فهمت؟ واي انسان ينجم يعطي فكرته الشخصيه. فهمت؟ ويمكن فكره من الافكار معناتها تناسب العباد، فهمت، فما حتى مشكل، اي انسان ينجم يجي يعمل فيديو ولا يكتب ولا كذا. فهمت؟ المهم هذا هو اللي حبيت نقوله في الدردشة هذه الصغيره، ونتمنى نتمنى 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 معناتها من كل قلبي ان الفيديوهات هذه تصل، فهمت، توصل للعباد ويحاولوا يفهموا المحتوى بتاعها ويحاولوا يخدموا شويه مخاخهم على خاطر الاسلام يسكر المخ، فهمت، ويمنع الانسان من التفكير. ومع فيديو قادم وبسلام.